تخصيص البقعة الأرضية ذات المساحة 1592 متر مربع مخصصة للمرافق العمومية والمتواجدة بالشروع الحمراء من أجل خلق ملحقة لإدارة الجماعة ومسجد. سي هشام تفضل. ذات المساحة 1592 متر مربع مخصصة للمرافق العمومية والمتواجدة بالشروع الحمراء من أجل خلق ملحقة لإدارة الجماعة ومسجد. قد حضر هذا الاجتماع الشيخ سعيد ابراهيم الديمقراطي عبد الحق الصبي كما حضره وكيل لمصالح خارجيه ومصالح الجامعه عبد الشهيد المساوي محمد الابولي محمد بعدي. بعد تحديد البقع المراد اعاده تخصيصها والمتواجده بالمشروع الحفراء وكذا مساحتها، وبعد الدراسه والمناقشه وتبادل الاراء بين الساده اعضاء اللجنه حول الجدوى والهدف من اعاده تخصيصها، فقد وافقت اللجنه المكلفه بالتعمير والبيئه والصحه باجماع اعضائها الحاضرين على اعاده تخصيصها من اجل احداث ملحق اداري للجماعه ومسجد. وشكرا. هذا المسجد باش نخصصوا له القطاع. باش نصوتوا نخصصوا هذيك المساحه اللي غتخصص المسجد ونصوتوا عليها. والمساحه الاخرى اللي غتبقى الملحقه الاداريه تخصص للمتراج ديالها. باش من هنا كيسير شنو شحال المتر من هنا. ديال 1000 متر بالنسبه للمسجد وما تبقى يبقى المقاطعه الناس داخل خارجه المسجد. انا صغير كتزاد الكثافه السكنيه ديالها بالنسبه للمناسبات بحال الاعياد بحال رمضان. هذا هو المقترح ديالي انايا والمجلس راه وصلنا له. في طرح هذا المقطع هذه بجدول الاعمال هذه صدقه جاريه جميع من سيساهم من ساهم في هذا المقطع هذا ان شاء الله في اخراج الحيز الموجود. بخصوص ديك المساهمه ديال العمران ما كاينش ما يمنع واخا نديروا قرار مقرر ديال اعاده التخصيص لانه باقي الهدف من هذاك سميتو هو مرفق عام بالاضافه ملحقه اداريه بالاضافه للمسجد 400 مليون ما غاديش تقدك حتى الا خصنا 592 متر مثلا بناء هذه الملحقه الاداريه ديك 400 مليون ما تقدكش كاع ضروري الجماعه ندخلوا فلوس المهم باش نقول ندخلوا فلوس لان ولا درنا خصنا 592 متر الملحقه الاداريه راه كافيه كافيه لان غير ملحقه و 400 مليون ما حاش تقدك كاع هذيك باش تبني 450 متر و 1000 متر مزيان كما قلت راه ديال السيف كاكي مخصص للمسجد راه مزيان وهذا هو الشيء اللي كنتمنى التوفيق. وين الساكنه بغات تبغات فين تصور؟ انا وضحت فكره تاعي. انا شوف انا نوضح ما عنديش اشكال كاع. انا كنمثل دوك الناس ودوك الناس ما لقيتش فين نسود 19 قطار الناس ما لقيتش فين تسمى. الحل الوحيد اللي عندنا هو هاد البقعه اللي عندنا يمكن نديرو فيها الحل. نديرو اعاده التخصيص كما قال الاخوان كما قال الفكاكي المساحه ديال الجامع المساحه ديال الملحقه الاداريه. غير سياده الرئيس بنادم اللي بغا يقول شي حاجه عرف شنو يقول. انا ملي جيت عندك حفظت النقطه ديال الحمراء الاخوان كاملين ديال الحمراء عارفين اش حطيناها ماشي جينا وانا نحطوها. راه ناس كطالبنا المسجد وحطيناه في البرنامج ديالنا وعدنا الناس بان خصنا نديرو المسجد ولا يمكن 19 نقطه سياده الرئيس ما كانش مسجد والاسبقيه للمسجد. كاين واحد السي محسن ما كاين حتى شي واحد هو كيتسنى باش نزيدو راه كاين خير بعد ملي كنهضروا مع سياده البوداميناجمو كاين واحد هنا وكاين واحد فيها تزيها وكاين واحد فيها تزيها خاص نتابعوا البروسيدير كذا البوداميناجمو غير المساجد لا البوداميناجمو خرج العياشه كامله كاين خرق قانوني نخرجوا دابا ونشوفوا فين كيتبنى هذا فين كيتبنى هذا فين كاين ماشي اشكال نتابعوا فنصوت عليهم تبعوا كاع الناس اللي كيشوفوا شي حاجه في هذا الفيلم هذا هو التخصيص ونشوفوا فيها بسرعه قياسيه. حاجه عندنا بزاف راه تما عنده غير بليسكات وحول المسجد حدا موافقه واحد السيد تما حدا في السكن ديالي اللي كان حدا الفيلات حتى هو عنده قطعه ديال الفيلا فيها 600 متر وتبرع بها وجرى ودار لها اعاده التخصيص من فيلا حول المسجد. راه ماشي صعيبه خصنا غير نجتهدوا لا انت سيد الرئيس ولا سيد المدير ولا الناس ديال المصالح سميتو خصنا نجريو ماشي نتاخذوا من قرار الله حفظ على وراء خصنا نجتهدوا
راه ماشي صعيبه، ولكن خصنا نعطوا فيها هذا التخصيص، راه ما صعيبش. راه مواطن عادي تيديروا هاد الحلاقه مجلس تعاونوا عليها. وراه تمس الحاجه، راه الناس تمس حاجه المسجد تما، شحال واحد غادي يصلي الفجر وتعرض لبريسال جديد، شحال واحد غادي يصلي الفجر حتى واحد ما تصير على هذه 1592 غنفرقوا على جوج. انا بلاتي ما فرقوا ليا، الجامعه ديالي راه فيه 600 متر. لا تبارك الله كبير، عندي 200 عندي 200 متر قدامها، هي 800 800 راه كافيه. وتا الاداره الا درتيها خصها باركي على الاقل باركينغ، الا درتي اداره تخلى بلا باركينغ. وشوف العكس وجه واحد، 800 متر راه خاصو 600 مليون بعدا ديال الجهه، وراه هي 800 راه قد ما كبرتي المساحه راه حنا تهدرنا التجربه وهذا 50% 50% كان يجب تحديد اسم المرفق العمومي في العقد ديال البيع باش تديبلوكا داك الكاف مليون. هذا التحديد هذا خصو يدار يتعطانا باش نتفقوا في العقد، ومن بعد دابا دابا الكار ديال 400 تخوف ديال السي المدير اللي كان طرحو ديك المره هو التخصيص هذا سيكون سو التخصيص يكون موافق مع الـ مع الـ الـ يعني مع لو بلون اوتوريزي عمومي بين هذيك صفعه اعتمادات الجماعه مع الاخر. اتفاقيه تسميم المصالح، اتفاقيه فيه مرفق اداري، تيبقى ديك الساعه الجماعه فوقاش غتبنيه ولا فوقاش هذيك الساعه تيبقى بالنسبه لاعاده التخصيص ديالو. راه هذا بعدا ما كاينش في البروندامج، كاين في التصميم ديال الاتفاقيه. البروندامج ديك الساعه كان مازال ما داش ما بانش مشروع الحرب. اذا التصميم اذا صادق عليه المجلس هذا بهذا التصميم انه يتقسم على جزئين، جزء خاص المسجد وجزء خاص الملحقه الاداريه ولا الاداره، ما بقاش مشكل. تلقى الرئيس يباشر الاجراءات ديالو مع السلطه التشريعيه والاداريه. سير سيدي تبع الإدارة 900